شيء يرتبط بالغزل. شعر. نوع من صلصات الغذاء الجاهزة. مايونيز. اسم معلق الرياضة عراقي. باس. صنف من الثروة المعدنية في العراق. حديد. نوع من الكراسي. كرسي خشب. اسم معلق رياضة عراقي. ليش يا أمان؟ يعني أكو أشهر من مؤيد البدري مثلاً؟ مو صح؟ صحيح. قوله قوله وخلصنا. خلي نشوف الدرجات مالتك. أخ عمر 5 أسئلة سألتك إياها وجاوبت عليها، بس خلي نشوف الإجابات إيش قد جابت لك. السؤال الأول كان شيء يرتبط بالغزل، إيش قلت؟ شعر. الشعر. الشعر نعم. واحد لما يتغزل يقوم يصير شاعر. صح. 20 نقطة. السؤال الثاني كان نوع من صلصات الغذاء الجاهزة، ايش قلت؟ مايونيز. مايونيز. والمايونيز جاب لك 21 نقطة. السؤال الثالث كان اسم معلق رياضي عراقي، كانت الإجابة لا شيء. المن قتلت يا مرتين أو ثلاثة و0 مع الأسف، وكان هناك معلقين مشهورين بعدين نقولهم. السؤال الرابع كان صنف من الثروة المعدنية في العراق، إيش قلت؟ حديد. الحديد. والحديد جاب لك 22 نقطة. لحد الآن جيد. بس خلينا نشوف السؤال الخامس. نوع من الكراسي، إيش قلت؟ كراسي خشب. كرسي خشب. كر لا، نوع من الكراسي مو يعني مكون اسمه من ماذا يتكون الكرسي. الكرسي يعني بعدين سوزان، شيء ثابت، شيء دوار، شيء متحرك، شيء هزاز، مو صحيح؟ صحيح. إذن 68 نقطة. إذن خلي نشوف الأخت سوزان ممكن تكمل لك بعد 132 نقطة، صح؟ صحيح. إذن تفضل تجي.